مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل، باسمك اللهم نبدأ وبه نتوكل، ومنه طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. على أشواط متواصلة والتحديات هنا تستمر في صباح هذا اليوم، هنا مع ثالث أيامنا ضمن هذا المهرجان الكبير والمهرجان المميز والعملاق، مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد أطال الله في عمره من داعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. هل الأصايل انطلقوا الآن باحثين عن النماس وباحثين على ما يقدمون من إبداعات كبيرة؟ نسير وإياكم بحفظ الله إلى البداية وإلى الانطلاق الأول، انطلاق شوطنا السادس للقعدان اللقاية. الصدارة والبداية أشقر ومحمد بن عبيد بن راشد ألف هيد المري بن بعيران، هنا على البداية وعلى الانطلاق الأول، النقلة والانتقال إلى ثانية التحديات، لكي يرى منصور وعبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الوزان من يغير بدوره إلى الصدارة وينطلق إلى البداية الأولى. النقلة إلى سلمان وفيصل بن متعب بن بدر بن شريم الشمري، من يقدم لنا سلمان في هذه اللحظات على ثالث المراكز رابع المراكز، وصل في هذه اللحظات وتقدم هنا. شعارك يا صويلح يا بن مصلح يا بن عضل احتيني مع عفريت على رابع المراكز، خامس المراكز وصل مودع ياسر بن اهتيام بن بادي الاعتيبي مع خامس المراكز. هاي النتيجة لهذه الشعارات ولهذه الأسماء المميزة والعملاقة. ها هو النداء الأول، ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الصدارة، إلى منصور. منصور على الانطلاق الأول، وعبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الوزان الوزان. ولكن من القادم؟ من الواصل؟ وصل سلمان يتقدم شعار، هنا فيصل بن متعب بن بدر بن شريب الشمري على ثاني المراكز. أبناء ميدان المحنة قادمين بكل قوة، قادمين بكل إبداع مميز وكبير وعملاق هنا في هذا الشوط. بينما ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات وتقدم محمد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري مع أشقر، وصل في هذه اللحظات وتقدم هنا. شعار صويلح، شعارك يا صويلح يا بن مصلح يا العديني، من يقدم لنا العفريت؟ وصل العفريت في هذه اللحظات وتقدم شعار، شعار عبد الله بن عافد بن غنام الصلح الشمري مع شاهين. مرحبا يا الصلعه، مرحبا مرحبا بهذا الشعار، مرحبا يا ابو نوف، مرحبا بهذا الشعار وبهذا القدوم. شعارات وصلت، اسماء تقدمت في هذه اللحظات. وصل علي بن محمد بن عبد الرحمن السديس، من يقدم لنا في هذه اللحظات؟ حبيب او جبار؟ جبار، ولكن العودة الى البداية، العودة الى الصدارة. الكيلو
الكيلومتر الاخير روح سلمان في الكيلومتر الاخير بالاعلان الكبير وسلمان على البدايه سلمان سلمان على الصداره والعصا في الابطال يساير نفسه بنفسه بسم الله ما شاء الله ها هو الان ها هو الان ينطلق في هذا الابداع يقدم التحديه يقدم هذا الاداء المميز والكبير سلمان سلمان والمحنه والمحنه طاروا روحوا بالابداع روحوا الى هذا الابداع سلمان والى خط الامان دائما دائما يظهر بهذا الابداع بسم الله ما شاء الله فيصل فيصل يا فيصل يا ابن متعب اتعبت الجميع وانطلقوا ابناء المحنة ليقدمون لنا الابداع راعي تماني راعي تماني ماذا فعلت ماذا فعلت راعي تماني وراعي صارم وراعي الابداع وراعي الاداء الكبير الله الله حبوا لي خشم راعي الذلول سلام يا بن شريف سلام من ابدع في هذا الشوط من حلق بالاداء الكبير والمميز تهانينا والنماس عروس الشمال ينتظرون السلام ها هو السلام يذهب هنا من عروس المصايف الى عروس السماء الشمال تهانينا والنماس لمالك في هذه اللحظات سلمان وفيصل بن متعب بدر بن شريف كان المراكز وصل في هذه اللحظات ظفر هنا ثاني المراكز وصل محمد بن محسن اجد الهادي بينما كان في مراكز وصل شعار فخر بن محمد رابع المراكز رابع المراكز كان التدخل سريع من الشعارات ومن الأسماء المميزة ولكن العودة إلى سلمان من ذهب بالإبداع التوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن للفوز ومعلن للنماس 6:20 67 جزء من الثانية سلام يا عروس الشمال سلام بينما ثاني المراكز وصل شعار في هذه اللحظات وصل شعار محمد بن محسن الجايد الهاجي مع حبيب 6:24 جزء من الثانية بينما ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات ظفر بن محمد بن خوشة العامري مع المحيط 6:24.95 جزء من الثانية بينما رابع المراكز وصل في هذه اللحظات هنا شعار شعار مشعان بن صالح بن علي العامر بين